of the prism equal البيس اريا الاريا اوف ذا بيس ملتبلاي باي ذا هايت. نيجي نحسب نشوف البيس. هيو البيس، البيس از ريكتانجل صح؟ الاريا اوف ذا ريكتانجل ايكوال اللينث ملتبلاي باي ذا ويدث، 3 ضرب 7.2 سو 3 ملتبلاي باي 7.2. كم تطلع 3 ضرب 7.2؟ That's 21.6. إذن area of the base 21.6 multiply by the height. The base area ضرب the height. The height كم هون؟ ضرب 9. 21 multiply by 0.6 multiplied by 9. 21 ضرب 9 و 0.6 ضرب 9 بيطلع الجواب 194.4. طبعا this is volume، اذا اليونت راح تكون كيوبيك، اذا متر هون لانه محطوط متر وهون كيوبيك. اوكي نشوف الحل اللي بعده. كمان هذا كمان بريزم، اذا باجي بحكي على طول ها الفوليوم بده فوليوم، البيس اريا ملتبلاي باي ذا هايت. البيس اريا هذا برضه ريكتانجل 2.6 ملتبلاي باي 5.1، this is the area of the base ملتبلاي باي 4.1 الهايت الارتفاع. فكم بيطلع؟ نيجي نحسبها 2.6 multiply by 5.1 بيطلع الجواب 13 point كم؟ 13.26 صح؟ yes 13.26 multiply by 4.1 13.26 multiply by 4.1 equal كم بيطلع الجواب؟ 54 54.366. yes ايش اليونت؟ متر كيوبيك. اوكي مفهوم. طيب ايش I will write. Ah, you want to write it? Okay. Hello, Mr. Hello, Rim Muhammad. How are you? Do you want guys to try number five? بس لاحظوا number five. Yeah. Base is triangle. اوكي مستر يلا Mr. Can you check my... Oh, you sent? Yes. 1 meter cubic? Hey. كيف حليتيها؟ Wait, Mr.
Mister, I sent my answer. What? Mister Fatma Ali, I sent my answer. Fatma Ali, excellent. Muhra Omar, you didn't multiply by half base. Fatma Ali, your answer is correct. طيب تعالوا نحلوا مع بعض. Mister Minus, correct? Your answer is one, yes? 1.0, yes. No, it's not correct. Okay. لأنه شوفوا إيش البيس هون. طبعا this is prism. The volume of a prism equal what? البيس اريا multiply by the height, صح؟ Yes. طيب إيش البيس اريا هون؟ إيش هذا الشكل؟ triangle. Yes. The area of the triangle half multiply by the base, which is 1.8. صح؟ multiply by the height, which is 1.4. ومنضربها بالارتفاع هذا 2.4. بيطلع الجواب كم؟ 3.024. فاطمة علي answer is correct. الريم أحمد is correct. أوكي؟ مفهوم يا جماعة؟ كم تطلع الإجابة؟ ثلاثة طبعا متر كيوبيك. أوكي؟ مستر ما فهمت. طيب تعال شوفوا ايش الشكل هذا؟ بريزم صح؟ صح. طيب بالبريزم تاخذ اول شيء احسب لي الاريا اوف ذا بيس. كيف بنحسب الاريا اوف ذا بيس اوف ذا تريانجل؟ هاف بيس هايت صح؟ صح. هاف البيس 1.8 ملتبلاي باي 1.8 multiply by the height 1.4. اضرب هذا الرقم كم بيطلع؟ No, ما بيطلع 3.024. 1.26. 1.26. So the base equal 1.26 صح؟ Yes. 1.026 شوي بلا ثواني. 0.5 multiply by 1.8 multiply by 1.4 equal 1.26. Yes. 1.26 البيس نحن نعرف إنه الفوليوم equal area of the base which is 1.26 multiplied by the height. إذن 1.26 multiplied by the height 2.4. 1.26 multiplied by 2.4 كم بيطلع؟ 3.024. أوكي؟ اوكي. طيب خلينا نشوف اللي بعده. ايش هذا الشكل؟ بيراميد. ممتازة. اي واحد استاذ؟ نمبر 6. نمبر 6 ايش هذا؟ بيراميد. بيراميد. The volume of the pyramid, ايش هو؟ 1 over 3
volume of pyramide. هاي لنا number 6. 1 over 3. صح؟ base multiply by the... صح؟ طيب تعالوا نحسب البيس. الاريا اوف ذا بيس. الاريا اوف ذا بيس ايش؟ ريكتانجل. ريكتانجل صح؟ This is the length and this is the width. صح ولا لا؟ Yes, yes, mister. Yes. So البيس equal 4 and 2 over 3 multiply by 3. 4 and 2 over 3 multiply by 3 كم بطلع؟ Eight. صح؟ مستر give me 14. What? مستر give me 14. مش سامعك. Fourteen. Yes. Sorry. 14. إذن البيس 14. So 1 over 3 multiply by 14 multiply by the height which is 3 and third. صح؟ طيب نحسبها. 15.6. بيطلع الجواب كم؟ 15.6 تقريبا. 15.6 yes. ايش اليونت؟ يارد كيوبيك. اوكي الحمد لله يرحمك ربنا يصلح بالكم. طيب تعالوا هون. Oscar is making a play block for his babysitter by gluing fabric over the entire surface of foam block. Is 65 square inch of fabric enough? If so, how much fabric will remain? If not, how much fabric will he need? نفهم السؤال. هذا أوسكار عنده البيبي بلوك. هاي البلاي بلوك بده يغطيها بجلوينج فابريك على سطحها كامل of foam block. هل 56 أو 65 سكوير إنش of fabric بيكون إناف ولا لا؟ فبنا نحسب. إيش لنحسب هسا؟ السيرفيس أريا صح؟ Yes. صح ولا لا؟ Yes. طيب السيرفيس اريا هون كم فيس عندي؟ هذا الشكل كم فيس فيه؟ 1 2 3 4 5 6. صح ولا لا؟ Yes. نبدأ بأول واحد على اللاترال سايد، على اللاترال اللي على الجوانب اللي هم هذا وهذا. خلينا نحسبهم. طبعا هذا وهذا بيكونوا متساويات. هذول كيف بحسبهم؟ 2.3 ضرب 2.3. إذن أول واحد 2.3 multiply by 2.3. كم بيطلع 2.3 ضرب 2.3؟ يعني 23 ضرب 23 وحطوا صفرين فاصلتين. 5.29. 5.29. إذن الوجه الواحد 5.29. بس أنا كم واحد عندي؟ اثنين هون صح؟ Yes. فبضربها ضرب اثنين. Yes. إذن 5.25 multiply by 2 بيكون 10. هيدا حطها هون.
10.58 اللي هو هذا الرقم ضربناه باثنين. طيب اللاترال سايد هاي خلصنا، نيجي على بتكون اللي امام واللي خلف انتيرير بوستيرير ولا الاب والداون. خلينا نروح على الاب والداون، ايش رايكو؟ يس يس يس. اللي فوق واللي تحت، هذا نحسب اللي هون واللي هون. هذا كيف بحسبه؟ 6.1 multiply by 2.3، 6.1 multiply by 2.3، 6.1 multiply by 2.3 not 6 here. Six point one multiplied by 2.3, 14.03. صح؟ طيب. Yes. I should multiply it by two because I have two faces. Multiply it by two, 28.06. فهون بحط إيش زائد 28.06. طيب إيش ظل علي؟ ظل علي الأمام والخلف. الوجه الأمامي والخلفي. Anterior posterior face. ها ظل علي هذا واللي وراء هذا. طيب هذا إيش يساوي؟ برضو 2.3 multiply by 6.1. 2.3 ضرب 6.1 كم بيطلع؟ هسه حسبناها 14.03. yes. multiplied by 2 بيطلع 28.06. إذا باجي بحطهم plus 28.06. طيب باجي بجمع الأرقام اللي فوق، أنا بس أمحي هذول، تعالوا نجمع. إذا 14.28.06 + 28.06 + 10.58 = 66.7. So هو بحتاج عشان يغطيها كاملة 66.7. هو بيسألني هل 65 enough ولا لا؟ إيش رأيكم 65 enough؟ No. 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 If not, how much more fabric will need؟ بحكي 66.7 minus 65 عشان أشوف قديش بده زيادة. 6.7 2.7 1.1 1.7. إذن he need another 1.7 of fabric. Okay, square inch. حلو هذا السؤال صح؟ حلو. Sing with me. Yes. سارة عبد الله إيش حكيتي؟ ألو؟ هلا مستر، سامعيني؟ يس يس. طيب تعالوا خلينا نشوف السؤال اللي بعده. When wrapping a bear سارة I can't hear you. Look. No, this is not to Fatma Ali. طيب wrapping a birthday gift in the shape of a rectangular prism. طيب إذا wrapping birthday gift بدنا نغطي هدية birthday عيد ميلاد rectangular prism.
Kenji adds additional 2.5 square feet of gift wrap to allow for overlap. How many square feet of gift will wrap Kenji use? A wrap gift 3.5 feet long, 18 inch wide, and 2 feet high. يعني تعالوا شوف كيف هاي الهدية. Wide 18 inch. This is 18 inch. وال long 3.5. أنا أعتبر إنه هاي 3.5. إذن هاي هيك وهاي هيك. هاي هيك وهاي هيك. والهايت كم الهايت؟ الهايت 2 feet. إذن هذا اللي هون 2 feet. أوكي؟ هاي هيك شكل الهدية. طيب. Wrapping a birthday gift in the shape of rectangular prism for his mother. Kenji add additional 2.5 square. يعني حط زيادة 2.5 to allow overlap. فكم راح يحتاج الحجم الكلي؟ يعني بدي أحسب surface area of this then add 2.5. تعالوا خلينا نشوف. نحسب lateral surface. Lateral surface. طبعا أنا عارف الرسمة مش كثير مزبوطة بس اعتبروها هيك. طيب إذا نحسب اللي على الجوانب أول إشي. اللي على الجوانب 2 multiply by إيش 3.5. Yes. 2 multiply by 3.5. ال 2 by 3.5 7 صح؟ Yes. 3 ونص 7. طيب I have 2 side إذا 7 ضرب 2 14. إذا الجوانب هاي 14. باجي بكتب 14 على جنب. هاي خلصنا من الجوانب. يعني أول إشي 14. طيب بدي أحسب هسه السايد هذا اللي على جنب. السايد هذا بده يكون 18 multiplied by إيش؟ الارتفاع 2. يعني هذا بده يكون 18 اللي هو اللي فوق واللي تحت. عفوا هذا الأمام والخلف 18 ضرب 2 18 multiply by 2 is 36. طيب we have two side 36 multiplied by 2 no sorry هاي ضربناها 36 multiply by 2 72 صح؟ yes so plus 72. طيب ضل علي إيش؟ 18 ضرب 3 ونص. 18 ضرب 3 ونص كم بتكون؟ 63. 63. Yes. So 63. طيب we have two side. ف 63 ضرب 2 كم بتكون؟ 100 26. طيب إذن plus 126. طيب باجي بجمعهم كلهم 14 plus 72 plus 126 بيطلع الجواب 212. 212. طيب we want to add كم 2.5 plus 2.5 إذن أوكي فبيطلع كم 214.5 مفهوم؟ yes مفهوم yes ممتازين. طيب كم الإجابة؟ 214.5 okay. طيب find the surface area of rectangular prism height 4 and 1 over 3 length 6.2 width 3.15 تجربوا فيه؟ yes خليني أرسم لكم إياه.
أربعة وثلث، ستة بوينت اثنين، وثلاثة وخمستاش. شو هاي اعتبروا إنه هذا، بس بدل الأرقام هاي 6.2 هون، هذا اشطبوها وحطوا 6.2. الهايت 4 1 اوفر 3، اذا هاي اشطبوها حطوا 4 1 اوفر 3، وهاي اشطبوها حطوا كم 3.15. يلا جربوا فيها. مستر، I don't understand how we solve. احسبي surface area for each face. يعني هذا الفيس اللي تحت احسبيه واضربيه باثنين، الفيس اللي على الجنب احسبي surface area واضربيه باثنين، الفيس اللي امام احسبيه واضربيه باثنين. As simple as this. يعني سهل. كيف تحسبي surface area of the rectangle؟ Length width. بعطيكم طريقة سهلة هسه بس تخلصوا. بعطيكم طريقة جدا سهلة. بس حاولوا في أول. Mister, is it on feet or inches? It is on yard. Okay. Mister, I'm Fatma Ali, I sent my. Excellent. فاطمة علي ممتازة. ريم أحمد، no, it's not 84.
راشد نايف نو. مريم علي نو. ركزوا معي، بدي أعطيكم طريقة. خلاص الكل يركز معي. ريم أحمد نو. ركزوا معي، بدي أعطيكم طريقة سهلة جدا. مهرة عمر نو. شوفوا هاي الطريقة ما أسهلها. كم رقم عندي هون؟ 3. طيب بس هاي الطريقة ما بتزبط إلا في الريكتانجولار بريزم. ألف ومئتين وسبعة تقسيم مية وخمسة. لا 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 أستاذ، كان قصدي 120 سبعة على. ممتاز، جوابك صحيح، تقريبا صحيح، ممتاز. طيب كم رقم عندي هاي؟ بس ما بتزبط إلا بإيش؟ بالريكتانجولار بريزم. هاي ريكتانجولار، مش تروحوا بكرة بالامتحان تحكوا أستاذ يوسف علمنا. هاي متى بتزبط؟ بالريكتانجولار بريزم. ريكتانجل رقم واحد اثنين ثلاث. باجي بحكي الأول 6.2 multiply by الثاني 3.5 multiply by 2 plus 6.2 multiply 4 and 1 over 3 multiply by 2 كمان. يظل عندي هذا ضرب هذا plus طبعا 3.15 multiplied by 4 and 1 over 3 ومultiply by 2 بس. يعني بضرب هذا ضرب هذا وهذا ضرب هذا وهذا ضرب هذا، فهمتوا كيف؟ وبجمعهم وضرب كل واحد ضرب اثنين لأنه عندي two face. فهمتوها كيف؟ yes yes yes. طيب دعطيكو مستر. yes مستر I'm I join now. okay welcome حور. مستر can you say for me what you said like before I come. كنا نحكي عن الفوليوم اوف ريكتانجولار بريزم. مثلا يا جماعه اذا كان عندي هون 5 وهون 3 وهون 2 كيف بحسب الفوليوم؟ شوفوا علي، الفوليوم ايكوال الرقم الاول 5 5 ضرب 3 ودائما بضرب ب 2 زائد 5 ضرب 2 كمان ضرب 2 زائد 3 ضرب 2 كمان ضرب 2 5 by 3 15 plus 2 30 plus 5 by 2. Why write it 3 times? I write it لأنه هاي الطريقة عشان نحل البريزم the volume of rectangular prism. So every question like that question we'll do 3 times? Only if it was a rectangular prism. أوكي. 5 ضرب 2 10 ضرب 2 20 3 ضرب 2 6 ضرب 2 12 13 plus 20 50 plus 12 62. أسهل هيك صح؟ just like that. إيش؟ yes Mr. just like that. yes so the answer is 62. yes هاي بس في حالة الريكتانجولار بريزم. مثلا إذا أعطيتكو هون هون 6 وهون 4 وهون 3 باجي بشوف الرقم الأول 6
ستة ضرب أربعة ودائما ضرب اثنين لأنه عندنا two face منه. بعدين ستة ضرب ثلاث بلس طبعا six multiplied by three كمان multiply by two. مين الرقمين اللي ما ضربتهم بعض؟ أربعة وثلاث بلس four multiply by three multiply by two وبجمعهم six multiply by four. Necessarily do it add or multiply? No, inside practices multiply, but then you will add. Oh, then we will do the answer plus the next answer plus the next answer. Then we will do the whole answer. Yes. Yes. Six multiply by four, 24. Multiply by 24. 24 by two, 48. Plus six by three, 18. 18 by two. 36, then plus 36, plus 4 by 3, 12, by 2, 24. 24. Then you add them together. 24 plus 36, 60. 60 plus 48, 108. Equal 108. طيب, يلا دوركم هسه تحلوا. خذوا هذا السؤال. انسوا الأرقام هاي. Consider here you have 9, 7, 8. يلا أشوف راح تجاوبوا صح ولا لا. مستر all of them multiply them by two. Yes طبعا لأنه كل واحد عندي منه سيرفيسين. بس يا جماعة اتذكروا هاي الطريقة فقط للريكتانجولار بريزم أو إذا كان سكوير بريزم برضو it's okay. It's also yard. Yes, considered it, it's yard, huh? Yard. Mr. and Fatna Ali, I send my answer. ممتازة. Fatma Ali, correct. صقر كيف طلع معك هيك الجواب؟ مسار I multiply them by mistake. ريم أحمد كيف طلع معك هيك الجواب؟ أنا مستمر. مريم علي excellent. حور ممتازة.
مهرة عمر ممتازة. أستاذ الجواب 382. يس ممتازين. أوكي. إذا شفتم أسهلها هاي الطريقة؟ سهلة كثير. بشوف عندي 9 7 8، بحكي أول إشي 9 ضرب 7 ضرب 2 زائد 9 ضرب 8 ضرب 2 زائد 7 ضرب 8 ضرب 2 وبجمعهم بيطلع الجواب كم؟ 382 يارد. أوكي؟ أوكي. ممتاز ريم عبد الله. طيب. A wooden block in shape of cylinder. The toy block has height of 4 inch. Diameter 3 inch. How much does the toy block weight? كم وزنها؟ إذا كان 1 cubic inch of wood weight 0.55 ounce. Round the nearest tenth. بدنا نحسب له وزنها. بقول لك إذا كان كل 1 cubic inch، 1 cubic inch يعني volume صح؟ 1 unit of volume equals 0.55. This is cylinder. إذا أول إشي نحسب الـ volume of cylinder. مين يحكي لي إيش الـ volume of cylinder؟ Volume of cylinder equal yes. Pi r squared h. Pi r squared h. هذا الـ volume of cylinder. طيب الـ H هيو 4 inch، هيو height 4 inch. طيب الـ diameter 3، أنا بديش diameter، بدي radius. باجي بحكي هون diameter equal to radius. إذا كان الـ diameter 3 then equal to R، إذا الـ radius راح يكون 3 over 2 which is 1.5. إذا باجي بحكي الـ volume equal 3.14 multiply by 1.5 squared. Instead of Roman, we got 1.5 square. القانون R squared صح؟ لما يكون الديامتر 3 يا حور، كم بيكون الراديوس؟ الديامتر نص الراديوس. الديامتر نص الراديوس. أو الراديوس نص الديامتر. فنص الثلاث كم؟ يعني 1.5. 1.5. فحطينا 1.5 سكوير. اوكي اوكي multiply by the height which is 4. تعالوا نحسبها. اذا 3.14 multiply by 1.5 squared multiply by 4 بيطلع كم؟ 28.26 الجواب. اذا الفوليوم equal 28. كم كم استاذ الجواب؟ هذا الفوليوم 28.26 إيش؟ كيوبيك إنش. إذا إنش كيوبيك. هو ما بده الفوليوم، بده كم وزنه. شوف if 1 كيوبيك إنش give me what 0.55. طيب I have 28.26 it will give me X. So we multiply them together. بضرب 28.26 ضرب 0.55. أوكي؟ بيطلع الجواب 15.543 أونس. هذا أستاذ الوزن صح؟ هذا الوزن والجواب النهائي 15.543. أوكي؟ مستر سوري أنا كتبت إجابة غلط. مستر الله والله تتويت. أنا كتبت إجابة غلط مستر. 15 ريم عبد الله. No it's correct. 15.6 تقريبا يعني هاي بتطلع. يعني تقريبا correct. No مستر تقريبا 15.5. هي تقريبا 15.5 بس جوابها قريب يعني. مقبول نوعا ما. Thank you. ويلكم.
صح تقربها بتطلع 15.5 بس خلص هي عطتنا رقم قريب منه فنقبله عادي. مستر عادي تعطينا سؤال ثاني بروحنا نحله؟ سؤال ثاني بروحكم تحلوه. طيب بدكم yes. على السلندر؟ Yes مستر the question 7 question 6 not 7 اوكي تعالوا question 6 A large cylinder collection tube is shaped like cylinder. الديامتر لاحظوا الديامتر مش radius 28 inch. The height 14 inch. If the tube is 75% filled. يعني بعبى منه 75% فقط. What is the volume of the water in the tube? Round to the nearest tenth. يعني عشان أساعدكم بدي أساعدكم فيه. أول إشي أول إشي اجدوا الـ volume of the cylinder بعدين تضربوه بـ 75 على 100 أوكي؟ أوكي يلا حلو Mr. Can you check my ممتاز ريم عبد الله it's correct شكرا Mr. I solve for 7 I will solve for 6 now راشد ناصر ممتاز ريم أحمد ممتازة. Mister, I don't understand. For the Mister. What we did for the 75%. طيب. أنت خلاص هسا اضربيها بخمسة وسبعين بالمية بس تحصلي الفوليوم اضربيه بخمسة وسبعين بالمية واكتبي لي الإجابة وبعدين أنا هسا بفهمك بس تكتبي الإجابة. Mister, can you check mine for question 7? هسا الثاني يجي عليك question 7 you answered B هسا بنشوفه مستر the answer for question 7 is B هسا كلكم صرتوا تحلوا ب 7 خلونا ب 6 هسا نوت مستر I sent for you 6 now I sent for you 7 فاطمة علي excellent تقريبا yes 18 ألف مستر no. understand فاطمة علي no It's 18,000. مهرة علي صح؟ مهرة علي 100% صح؟ مهرة عمر سوري. Mister, I didn't understand six. هسه بفهمكم إياه. طب ركزوا معي. أول إشي هون بيقول لي إيش؟ A large rainwater collection. يعني محطة تجميع مياه أمطار. shaped like cylinder شكلها زي السلندر الديامتر لها 28 يعني الراديوس كم بيكون 14 صح يعني باجي بكتب الراديوس 14 مستر لو 14 ليش نص ال 28 كم 14 اذا الديامتر 28 then the radius is 14 والهايت is 40 بقول لك إذا كان التيوب معبى 75% منه يعني هذا السلندر ثلاث أرباعه معبى في ماء فكم الفوليوم of water يعني أنا بدي أحسب الفوليوم of سلندر كامل وأضربه ب 75 على 100 أنا بعرف إنه مين يعطيني قانون الفوليوم of سلندر by r squared h طيب انا اقدر احسبه بسرعه by 3.14 صح yeah. r squared multiply by 14 squared multiply by h 40 طيب باجي بضربه بايش
ب75%. ها ضرب 75 على 100 تقسيم 100 تطلع عند الإجابة. طيب تعالوا خلينا نشوف الكل فهموا هذا. No, Mr. I will only write fast. يلا write it fast. Yes, Mr. Finish. Excellent. حور مفهوم يا حور. Yes, Mr. This is my room. Excellent. What is the volume of the cylinder shown? A radius 1.9, the height 6.2. ظل بدي شغلة ثانية. خلاص بس بكتب القانون وبطبق. By R squared H. By 3.14. R squared multiplied by 1.9 squared H multiplied by 6.2. أسهل من هيك؟ بدكم أسهل من هيك سؤال؟ No. ما في أسهل منه. بس اكتب القانون، حط الأرقام، عوض الأرقام، انتهى الموضوع. The answer is B. Squared multiplied by 3.14 okay equal 11.3354 multiply it by 6.2 بيطلع الجواب 70.279. so the answer is B. yes. مفهوم للجميع؟ yes mister. طيب تعالوا خلينا نشوف. a soup can shaped like cylinder diameter 3.5 the height 5 inch. Each serving of soup is 15 cubic inch. If a can soup this size costs $1.99, what is the cost for each serving of soup? Run to the nearest tent. عندي soup can شكلها زي السلندر. الديامتر لها 3.5 وارتفاعها 5 inch. كل soup واحدة بتعبي 15 كيوبيك انش. if a can soup a can of soup سعرها this size بتكلف 1.99. ايش تكلفة السوب كان كامل؟ يعني اول اشي تعالوا شوفوا، بدنا نحسب الفوليوم دائما ما دام حكى سلندر بدي احسب له الفوليوم. الفوليوم equal باي ار سكويرد اتش. طيب انا عندي دايامتر، دايامتر كيف بطول منه الرادياس؟ بقسمه على 2. 3.5 تقسيم 2 كم؟ 1.75 صح؟ صح ولا لا؟ صح صح صح. إذا 3.14 multiply by 1.75 squared والهايت كم؟ multiply by 5 الهايت. باجي بحسبها كم تطلع؟ 3.14 multiplied by 1.75 squared multiplied by 5 بيطلع 48.08. الفوليوم equal 48.08. طيب كيوبيك انش، انش كيوبيك. ال 48.08 كم 15 فيها؟ كم 15 فيها؟ 1 3 3 3 45 صح؟ يس. أما الأربعة كم بيطلعوا؟ 60. لا فأنا بأخذ ال 45 3 صح؟ يس. إذن 3. إذن كم سوب فيها؟ 3 سوب. طيب سعر السوب الوحدة كم؟ 1.99. فبالتالي لا هو بده اياه نعطيه بس بالسنتات. اوكي اذا 48.08
بقسمها على كم؟ على 15 عشان أشوف قديش فيها بالضبط. بعمل divided by 15 تقسيم 15 بيطلع الجواب كم؟ 3.02 سوب. 3.2 بضربها ب 1.99 ضرب 1.99 بيطلع الجواب تقريبا كم؟ 6.37 أو 38. أوكي؟ دولار. أو إذا كان محطوط الخيار 6 حطوا 6. أوكي؟ يس. طيب خلينا نتوقف هون اليوم ونكمل. يس مستر فور ذا لاست بارت 3.2 وي تايمز ات باي 1.99. يس لأنه الواحدة بتكلف 1.99 كان لنا كم إحنا 3.2 فبضرب 3.2 ضرب 1.99. أوكي؟ أوكي. أوكي. يلا good luck. يس. ما عوضت الست دقائق مال أول. ما عوضت إيش؟ ست دقائق مال أول. والله نسيتهم. تخاف. بنعوضهم بكرة مش مشكلة. أوكي thank you bye. Bye.